نشوف التقييمات. اتفضل. في صفار النهارده؟ اعتقد تعتقد. طب يلا بينا. شناوي 9 9 شايل النهارده كام جول؟ طبعا جول. اللي بعده عبد القادر 6 6 قفشه 5 ديانج 3 ده في جون الجون كان هو يعني بيدور على ايمن اشرف اللي بعده ايمن يعني 5 يعني ما التوقيت والمشاركه بتاعته كانت قليله يعني المهم ها اللي بعده بيرسيتاو 0 0 ليه بص اللعيب بقى يعني هو ابتدى مع الاهلي ابتدى مع الاسماعيلي ماتش الاسماعيلي كان جامد ما ماتش الاسماعيلي طبعا والاهلي كله كان جامد ماتش الاسماعيلي بس هو بالذات دريبلر وبيقتحم ومش عارف ايه وبيعمل حاجات صعبة الماتش هو بقاله بقى كام ماتش يعني ياخد منك الكرة ويرجعها لك تاني لا طب ما لا اقدر اعمل كده يعني الحتة بقى زيادة لا حكاية ان انا يجنني لعيب الكورة المحترف اللي ياخد منك الكورة في 3 متر ويرجعها لك تاني ماشي يعني يعني ما بيعملش حاجة اللي بعده حسام حسن 4 4 اللي بعده حمدي فتحي 5 5 طاهر 4 4 معلول 3 سلية 6 كريم فؤاد 4 4 4 كتير كمان يعني معلش شريف 5 منعم 3 يا بقى له فترة تقييماته قليلة حضرتك شايف انه مستواه نازل يعني تصرف الكرة قليل بطيء شوية ساعات بيتوه في ال 18 اللعيب ما يتوهش لعيب سيرد باك ما يتوهش في ال 18 ابدا اللي بعده ياسر ابراهيم 7 موسيماني النهارده 5 5 نروح للزمالك ابو جبل 3 فتوح 5 بن شرقي 0 امام 2 اوباما 0 حازم امام 3 مسلوسي 0 تلات اصفار كده سيسي 0 4 زيزو 8 8 هو زيزو مجتهد مكافح ده اللعيب ده اللعيب الان هذا هو اللعيب رقم واحد واثنين وثلاثه في الزمالك اللي بعده سيف 0 خمس اصفار صفرين صفرين ليه عمر صفر والسعيد صفر عمر صفر والسعيد صفر ليه مش كويس مش كويس انا بتكلم على الماتش بتكلم على الماتش 6 صفار رؤى 3 ونجم 3 وينش 5 علاء 0 7 صفار هو عارف الصفر ده ليه كمان 7 صفار كده فريرة لا ملوش دعوة ملوش دعوة لم يختبر لم يختبر عشان بس ما حدش يقول ان الراجل ده مسؤول ملوش لا الحالة دي حالة لعيبة وحالة مدرب قبل
كريرا. يا شباب ممكن تقولوا لي كام لعيب في الزمالك احنا ادينا لهم تقييمات؟ قولوا لي كده كام لعيب، عدد اللعيبه اللي احنا ادينا لهم تقييمات كده كانوا كام؟ دول 15 لعيب نصهم اصفار. اه طبعا. نصهم تقريبا، سبعه منهم اصفار. طبعا. دي الحاله. وعلى فكره الحاله سيئه من بدري يعني. مش النهارده بس. وخلي بالك ان في كل مباراه النجم الفريق الاول هو زيزو بس.